سيداتي سادتي السلام عليكم. اليوم غادي نوجدوا واحد المورقات بالدنجال واللحم المفروم كفته. كيجيو ممتازين، كيجيو روعه. هاد المورقات كنحتاجوا الدنجال، كنقطعوه كنصاوبوه، كندهنوا الصني ديالنا بزيت، زيت نباتيه وشويه ديال الازير ولا الاعشاب المنسمه. كنحطوا الدنجال ديالنا كما كتشوفوا، ومن بعد عاوتاني كنديروا الزيت وكنديروا عاوتاني الاعشاب ولا داكشي اللي عندكم، يعني ازير ولا زعتر ولا داكشي اللي عندكم. المرحله الثانيه هي كنشرملوا الكفته ديالنا، شويه ديال القرفه، شويه الملحه، شويه ديال البزار، قزبر ومعدنوس وصلصه البيتزا. غادي درت واحد الفيديو قبل نتاع صلصه البيتزا ولا موتزاريلا. صافي كنخلطوا كلشي وكنعمروا الدنجال ديالنا كما كتشوفوا. من بعد كنديروا ليهم هكذا في العجين المورق، وكن ندهنوهم بالبيض، كنمشيو معاهم هكذا حتى كنكملوا العجين ديالنا ولا الحشوه ديالنا. صافي كندهنوهم من بعد بالبيض ونزوقوهم باش داكشي اللي عندنا، يعني اللي كاين، يعني الجلجلان ولا اي حاجه كانت عندكم في البيت، ولا الحبه تاع الحبه داك السانوج، ولا انا عندي هنايا حبيبات الشيا راني زوقت بها. المهم اي حاجه، يعني اي حاجه تزوقوا بها راه كتجي زوينه. صافي وكديروهم في الفرن لمده 20 حتى 25 دقيقه على درجه حراره 200 درجه، وبالصحه والراحه. وما تنساوش تشاركوا معنا في القناه، واذا عجبكم الفيديو تشاركوه، وما تنساوش تضغطوا على الجرس باش يوصلكم الجديد. كاين داك الجرس في حدا ابوني، ضغطوا عليه باش اي حاجه نشرها توصلكم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.